يوم جديد بلوك جديد. هلا 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 بكل اللي جايين الجامعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، اشوفكم ان شاء الله طيبين. زي ما تشوفون رجعت الاجواء ممطره، اخوينا الحين ما جاب جاكيت. المهم الحمد لله خلصنا الكلاس الاول وجبت معي تمر واعطيته لبعض الطلاب. جيت فروم سعودي عربيا، ذس فروم مكافي، ذس فروت. It's a fruit. Oh. Yeah. Read about it. If you write date, if you drink, yeah. You can share things. Okay. Try it. I've been in the Middle East once, so I never. يقولون أول مرة نشوفه. إيش هذا؟ عندنا في الكرة الأرضية؟ إيش اسمه قلت لي؟ خلاص دوق وعطني رأيك. المهم حاليا عندنا كلاس ثاني، بقول لكم ليش جبت هذه الكمامة. كذا جاهزين. علشان هذا المكان. تخيل كل يوم تمر من هنا شم ريحة الشاورما وريحة الأكل والرز وأنت صايم. شكرا والله. خلاص كذا نطلع كلاس ثاني. تونا طالعين من الكلاس وهنا اشوف طلاب صوماليين متجمعين، الظاهر عندهم تعريف بالعادات والثقافات، شغلين اغانيهم ولابسين لبسهم، وهناك متجمعين الشباب وجالسين يعرفون الناس. وشوفوا مين موجود هنا. مساء الخير. هلا والله. هلا زين. هلا. شفت الطلاب متجمعين هناك صوماليين؟ بس كل يوم شيء، ايش رايك نخطط احنا ونيجي بعد اسبوع نلبسوا وشماغ وعقال ونرفع عليهم. المشكله الثوب شكله كذا كنا جلابيين. بعضهم ما يفهمون. اي ما يفهمون. ترى مره شافوني الصينيين قالوا لابس فستان. بالله؟ يحسبون فهمت لنا. اي اي عشان طويل مصيبه. طيب يا جماعه تذكرون قبل كم فلوق لما طلعت مع بدر مرينا من عند كاسكو صح؟ ايوه. قلنا هناك سوبر ماركت يبيع اشياء بحجم كيف يعني احجام كبيره بعدد كبير، فحاليا ان شاء الله بنروح هناك ونغطي كل شيء، نوريكم ايش الفرق بين كاسكو والسوبر ماركت العادي، يعني والمارت وتارجت الأشياء هذه على الجنب خلوها، هذاك لا هناك اكس لارج. روح هناك ونشوف ان شاء الله. بس في الصيف يعني عشان تشوف الاجواء كامله. لا الامطار اليوم ما تمزح. كم وصلت درجه الحراره امس؟ يمكن 25 ما ادري. شو الفرق الحين كيف؟ بس قبل ثلاث ايام وصلت 30. كان يعني كانت جو سباحه. فجاه الحين غيوم امطار الدنيا حلوه. تشوف المنزل تحت. انا كنت طبيعي دايم. وهذا هو وصلنا السوبر ماركت. شوف ما عندهم لا ديكور ولا تكلفه ولا شيء. حاطين كذا شينكم برا، بس ادخل داخل شوف كيف الفرق. هنا نشوف اول الرابحين ما شاء الله عليه شرى كل شيء. شوف هنا بعد كيف. طبعا تحتاج بطاقه عشان تدخل تشتريها سنويا $60 لمده سنه كامله. حلو خلاص. بس اذا عندي البطاقه هذه الحين اقدر ادخل واشتري عادي. اي طيب الحين اذا انا معك وانت عندك بطاقه وجيت انا بشتري اقدر؟ لا لازم انا اشتري، انا ادفع وانت تعطيني بعدين. فهمت الحركه. بس ما تقدر تدفع انت وندفع انا، عرفت نص الحركه هذه؟ اي ما تمشت. طيب لازم انا. طبعا لازم يوريهم البطاقه عند الباب عشان يتاكدون. في صورتي على البطاقه. طيب دخلنا المكان، شوف كيف من الداخل، والله كبير. شو عجبتني الحركه؟ بدل ما يحطون اللابتوبات هنا حاطين هذه الاوراق فيها معلومات عن اللابتوب كامل، خلاص تبغى تروح تعطيهم عندك كاشير ويعطونك اللابتوب. حلو. حتى ما حد يسرق. فكرة جميلة والله. طيب الحين قلنا كل شيء هنا كبير، بس حتى هذا هذا حق العائلة كلها. والله مرة كبير، كيف اشيل اصلا؟ اي سيارة تكفيه؟ زي كذا أربعة. ايوه هذا اللي نتكلم عنه، يعني كذا بالاحجام الكبيرة، شو كيف؟ يطلع لك ارخص وكمية اكبر، برا تحصل يمكن بس النص هذا كذا الربع هنا 15، واصل يعني من نفس الشركة. كنا جائزة هذا تتويج. $6 برا تلاقيه مره صغير كذا ب $4 أو $5. عشان كذا زحمه هنا دائما دائما تحصل ناس على طول. اللي عندهم جمعيات خيريه، عندهم مدارس، عندهم اي شيء ينفع كثير. يعني شوف التوت 97 هو دائما دائما غالي. اول مره اشوف انقل زي كذا مرتبه يا اخي بالحبات، كنا بيض كذا يا اخي. رتبهم شوف، حتى التفاح اطباق مرتبه. هنا مو تروح عند الثلاجه تاخذ الاشياء، لا هنا تدخل داخل الثلاجه. شوف كيف برد داخل، تاخذ الاشياء اللي تحتاج ثلاجه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله العنب يجيك جاهز وكل شيء، بس انت تحطه في الخبز تسخنه بس ورتبه على كيفك، حط الشيز حط السلط. والعافية عليك. حلو الفكرة والله عجبتني. ما في خلطة افكاد زي كذا. شاورما شوف بس تسخنه وخلاص بالعافية. لا كذا كثير والله عاد مرة كثير. هذا كبير لعبة. ثلاثة مع بعض والله ثقيل والله. دخلنا ثلاجة بعد. ثلاجة ثانية. هنا الحليب ومشتقاته. شوف كيف الزبدة. اوه مع بعض. حبتين سعر واحد بروح. هذا لما نهايه التعب. انا عندي لين الحين يعني لي 4 شهور ولسه باقي 6 حبات. طيب قلنا بعدات كبيره احسن، بس قصدير اكبر كذا ايش نحتاج فيه يعني؟ ايش نغطي فيه؟ هذا ثقيل. وش ذا؟ وش ذا بجد؟ تصدق احس حرام والله نروح بالمارت والاشياء هذه نشتري اشياء صغيره. خلاص يصير ناخذ من هنا اشياء كبيره ومدى العمر. ايوه يجلس معي والباقي ناخذه السعوديه. والباقي يرجع السعوديه. شوف اصلا حتى اللي عنده مشروع ولا مطاعم او شيء ينفع يجون يتسوقون من هنا. شوف هذا الصحن تحط فيه الاكل، شوف كيف حجمه، حجم كبير. الحين جينا عند علب الماي والاشياء المجمده، هذه اذا بتروح شوي مع جروب كامل خذ لك 40 حبه تكفي الكل. شوف مثلا كيس النجتس هنا، هذا اللي نبغاه فطور وسحور حق رمضان الجاي بعد. اذا كنت تشتكي ان الشيبس يخلص قبل ما يبدا الفيلم، تفضل اكبر مني هذا. بعدين هنا عندهم قهوه، شوف انواع اشكال.
من يحب الدارك كوفي ولا ميديوم كوفي؟ ميديوم روست دارك روست. انا عندي اقتراح والله النادي السعودي اللي هنا تراي يسوي كذا يعني عضويه واللي يشتري بالكميه الكبيره عشان نتشارك عشان ايوه ناخذ الجسم. فكره كلمني على الخاص اذا عجبتك. طبعا اثنين رايح ما ادري وين رايح نسى يشتري حاجه فبيرجع يشتريها وبيرجع لنا ان شاء الله. اليوم الجو رهيب فجينا كاسكو نتسوق. هذا حليب طبيعي 3 حبات ما ادري ايش اسوي فيها. ينتهي بعد تقريبا شهر وشيء. يلا ايش قال لكم؟ شوف زي ما قلت بدر اللي عندهم محلات صغيره يعني يجون ياخذون هنا الكراتين يعني يبيعون بكميات ويبونها عندهم. هذاك قلنا عليه كبير. هذا ايش؟ هذا حق ساره. شوف كيف هذا مو بدوه لما العمر. هذا حتى الجيل اللي بعدك وعيالك والجيل الجاي كلهم ياخذونه. ما شاء الله تبارك الله. كم حبه؟ 400 حبه. هنا الشامبو يعني حتى شفرات الحلاقه 16 حبه. شكرا على التميز. غسول الفم بروتين فرشة أسنان حق العائلة كلها خيط الأسنان. تحبين حلويات؟ هذا الجروب الاستراحة شباب خلاص خذوه حق القطة كاملة بعد اعتبرها. شو كم حبة؟ 12 حبة. ضاعت أوراق اختربت أوراق شيء خلاص هذا موجود عشان الأشياء كثيرة هنا. فشوف كيف الطابور لما تيجي تحاسب زحمة. الحين لازم نشيك على الفاتوره. اي لازم نشيك على الفاتوره قبل كذا يكون خلصنا خلاص اخذنا غلط. بس المعلومه الجديده اللي قالها بدر ان هنا ما يعطونا اكياس لا اكياس ورق ولا بلاستيك صح؟ ايوه ما في. شوف كيف الناس تستغل. شوف كيف بالكراتين يحملوه ما شاء الله تبارك الله عشان وايد كذا. لما ادخل الحاره احس كاني داخل فيوتشر فاهم كيف المستقبل جدا مكان نظيف مرتب. هذا عشان جديده يقولون ترى يعني هذه الحاره جديده. انا سمعت ان الهومليس ممنوع يدخلون هنا صحيح؟ لا مو ممنوع ما يجون ما يوصلون. ما يوصلون ليه؟ لانه بعيد عليهم واذا جو هنا ترى ما في اللي هناك سبوي واللي يشتغل بنفسه فعشان كذا يعني ما يجون هنا. طبعا بدر وقف هنا بيجي عندي ياخذ قطعه بس هو شيء بيدفع. بس شوفوا هذه صارت هذه في كل مكان. ايوه بحمل التطبيق واشوف كيف. شوف يقول دولار واحد للبدايه. لا هذه مره بنسحب من هنا تعال. لا احنا قلنا كل مره بنصور شيء جديد في الفلوق. هذا الباب الرئيسي. هذا تحس انك فعلا ساكن في مكان حلو. دخلنا من ورا اخر مره. شوف الجن هذا احسن شيء نيجي نتمرن هنا على طول في النادي. شوف يقولون بيسوون فعاليه هنا تاريخ 30 ماي اكل شراب وبيسوون حفلات هدايا بعد. المكسيكي طلع مزعج تبي له فيل ان انا اشتغل في مستشفى واسهر واتعب وانت تجي هنا تزعجني. ما نومك عشان كذا نحفه تمشي واحد. اوه لين هناك. ايوه بعد ما وصلنا هناك باقي لما هذاك مره بعيد مره بعيد. والله ما نومك اذا اخذت الدرج. اسرع يا اخي الدرج 4 دقائق عشان نوصل الشقه ولا كذا. قول بسم الله. مرحبا مليون اهلا بالزين. ريحه بخور ريحه شيء سعودي كذا. خلنا نطلع الجهه الثانيه. الجو اليوم مره رهيب. دائما احنا المتعتين نتكلم عن الجو ليه؟ شوف الكاميرا هذه ما هي هذه بالله اجت عيال اعطاني جوبرو 7 كان نفسي فيها. المهم مبروك هنا الثنيان ما قصر سهل عنده 3 اعطاني واحده. يوم كنت في كندا في ناس وايد كانوا يسالوني تعرف ثنيان تعرف ثنيان. اقول ما ادري اشوف تصويره موجوده احيانا عندنا في نفس المدينه. سبحان الله جيت على امريكا قال لي صاحبي انه موجود هنا ثنيان موجود هنا. صراحه ثنيان صراحه منجز عندي مقطع واحد ومع الدراسه ومع هذا يعني ما قدرت اني اسويه في نفس الوقت. شيء شوف اذا انت تسوي شيء تحبه يعني. مره يعني تحس الوقت عادي. الضغط هو صح الدراسه والحين رمضان بعد ولا اه جد الله. ما تبغى تمر بدر بالسحبه ثنيان ساوي تعطيك تمر كف ولد الحسن انا اعطيك حبيبي. تعال نزل درج. اي انت بعيد الجهه الثانيه. ثنيان اعطاني كاميرا تستاهل على البركه. لما الحين ضيع صح؟ ايوه اوكي بعطيك خبر خلاص يلا خلص شيء سلام. شوفك سلام. طيب يا جماعه كذا يكون راح بدر ويعطي العافيه ما قصر معنا. جينا بنجهز فطور اليوم اللي ذكرنا قلنا في رمضان راح نسوي سموذي ان شاء الله. بس الحين ما عندنا خلاط فالخطه ناخذ القطار اللي تحت نروح سوبر ماركت نشتري خلاط ونسوي لنا اليوم احلى سموذي. صوت القطار لحظه دقيقه الا والله هذا دقيقه قطار النصر راح والله. ناخذ اللي بعده كذا صرنا جاهزين الحين نلحق القطار اللي بعده. ايش نحتاج؟ خلاط والفواكه مجمده حليب عندنا كل شيء عندنا ان شاء الله. وقف على اساس دائما اخذ معي مظله. جارنا الكويتي ما شفناك ولا شفتنا بس ان شاء الله نشوفك. شوف احلى شيء هنا انه يكتب لك كم باقي على القطار. يعني مثلا الحين شوف باقي 10 دقائق. انا دائما قلت اذا باقي اكثر من 5 دقائق امشي المحطه اللي بعدها منها رياضه ونمشي ونتحرك ونضيع وقت لما يوصل القطار. هنا في الحاره زي ما شفتوا الكلاب كثير يمشون كلابهم على طول رايحين جايين. فجاه وانت تمشي بعض الاحيان يطلع لك كلب كذا في وجهك. مين اخاف؟ وين اخاف من الكلاب؟ تخيل اصلا انا بس اسوي لهم حركه التهويشه هذيك تذكرونها يروحون على طول. لا ما نخاف من الكلاب احنا. زي كذا هناك واحد هناك 2 وهناك 3 وعلى طول يمشونهم. هذه الساحه اللي صورنا فيها فلوق مره.
كذا يكون وصلنا المحطة الثانية. الله المحطة الثانية مكشخينها جار وطبيعة. شو كم باقي؟ والله باقي 5 دقائق بعد. ودي أقول نمشي المحطة اللي بعدها بس أدري كذا بيمر من جنبي يسلم علي. فننتظرين 5 دقائق لما يوصل. أحلى شيء هنا كل شيء بالضبط. يعني على الوقت اللي هو جاي. هنا حبوبين يسولفون مع الكل. شافني لابس ملابس رياضة قال لي انت تشجع كرة قدم؟ قلت له ايه. قال مين فريق المفضل هنا؟ دقيقة لحظة ايش الفرق الموجودة هنا؟ قلت له يعني ما اتابع كرة القدم الامريكية. هم مجمعين بين كندا وامريكا عندهم شرق وغرب موضوعهم غريب شوي. قال لي طيب كرة سلة ايش تشجع؟ الحين كرة قدم ما شجعنا نشجع سلة. وقاعد يتكلم عن الفريق اللي موجود هنا في المدينة وكله ينهزم. الله ذكرتني بعض الفرق اللي عندنا. شوفوا هنا لون السماء ازرق والغيوم بيضاء وشي طبيعي. بس لما تيجي تشوف هنا على الانعكاس كأنه وقت الغروب. لان هذا القزاز كله باللون الوردي فيعكس اللون غير فاضي صح ولا كنا وراي فطور. شو كيف في امريكا الحين صار في حمله قويه ضد العنصريه. بعد ما شافوا العنصريه ايش سوت من مشاكل وقتل وكراهيه والناس تفرقوا. توحيد العراق والديانات وان كلنا واحد. هنا حاطين واحده صينيه هنا شخص عادي هنا بنت متحجبه حاطين كل انواع والاشكال ان ما في فرق بيننا ابد. شيء كويس الحين نشوفهم يحاولون يعدلون الاوضاع كل مكان مسترات على المدارس في الشوارع كل مكان ان احنا كلنا واحد ما في اي فرق بيننا. طيب لو جو فضائيين هنا ايش بيصير؟ كذا يكون وصلنا عند تارجت. هنا ان شاء الله بناخذ الخلاط والاشياء اللي نحتاجها للسموذي. احس كذا الحين موظفين تارجت يطلعون فيني ما رحت كاسكو احسن مو تقول هناك اكبر وارخص جابك عندنا في تخفيضات اهرب. هذا هو كويس لحقنا قبل الصلاه صارت نضحك خلاص اخر مره. هذا اللي نحتاجه الخلاط قول لي ما في النوع اللي تبغاه تبغى زي هذا نينجا افا كذا السالفه ما في يمين يسار شيء الا والله هنا. هذا العيال هذا اللي نحتاجه ما في وقت على الفطور الحق. طيب شنو بعد نصحى ناخذ الفواكه المثلجه. شوف واحد شيء هنا يشتغلون اذا مريت كانهم يرحبون فيك. شوف هلا والله شيء كويس لتوفير الطاقة حتى كذا ما تطلع الفاتورة عالية توفر كهرباء. طيب احنا نبغى فواكه مثلجة فواكه 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 سوي لنا عصير بروكلي. الله يلوع كبدي ليه زعل افا ما في الا والله هنا نحتاج احنا مانجا فراولة. لحظة عندي فكرة ايش رايكم نسوي عصير افوكادو. كل هذا التفكير وعصير افوكادو بالاخير دائما نسوي اللي يجي على بالك شيء ثاني لان هو اللي محتار فيه تبغاه. موز عندنا في شقة بس نبغى افوكادو. ايوه هنا كادو ما اثق فيه دائما اشتري 2 انا بعض الاحيان يطلع واحد خربان توصل البيت يقول لك سبرايز. صح ذكرتني ابغى شيء على الفطور ناكل واحده اليوم الباقي نحطه في الفريزر. كذا يكون شرينا الاغراض خلصنا فالحين نلحق على الشقه. يا سلام احلى شعور لما تشوف ناس ينتظرون القطار يعني هنا تعرف ما راح لك لسه باقي. الله المنظر اللي هنا ما شاء الله تبارك الله خساره ما يبين. عجبتني الحركه هذه لما جيت احاسب قالت لي وديو لك هاندر شيء نمسك فيه ايش قصدها يعني كيس معنى ثاني ولا ايش. اخر شيء طلع هذا شوف كيف يحطون الستيكر هنا يحطونه جهه ثانيه خلاص تصير تشيل كرتون زي كذا. هذه اجمل فقره لك مشكله حل ما يحتاج تحطه في كيس وحاله ولا قاعد تشيل كرتون زي كذا وكيس زي كذا وحاله ثانيه ماسكه وانتهى الموضوع. دائما الحلول البسيطه جميله ان شاء الله بعدين في المستقبل ما في شيء تعب كل شيء له حل متاكد انك بتحل مشكله. ويا رب هذا قطارنا ونشوف ان اس. سلام عليك هلا زين جيت على الطريق خلصت الفلوق عن العطاء ايوه وصلت البيت على طول صار مع الموقف فجت وقتها فوريه فاك لكن نصيحه جت وقتها حبيبي تبغى بكادو شيء لا لا حياك عندنا. طالب مبتعث يقول لي شفت الفلوق لما تكلم عن العطف وقتها يقول نسخت الرابط وارسلت له واحد ان كان فهمها فهمها من الجنوب يقول لا تفطر عندنا لا يلا تسلم يا غالي معي بكادو الا تفطر عندنا اهل الجنوب الله يطعني. الصج الصج اذن احنا نختمر الحين ونفطر وبعد نسوي طبختنا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. صح احنا تاخرنا لكن الحين نبدا طبختنا. اي شخص يبغى يسوي طبخه كذا مستعجل اسرع طبخه وما تحتاج شيء ثاني. شوف انا اقول لك عشان يقولون والله اثنين طبخات كثيره ويحتاج لها اشياء ناخذ الزيت في البدايه ونحطه هنا بعدها ناخذ الدجاج ونغسله نحط الدجاج هنا. ايوه لما يصير زي كذا اقلبه. يا سلام. طيب يا جماعه تعرفون كيف ما في وقت فاطم روح الحركه سريعه كذا خلاص على طول قطعنا الطماط تبغى اللي بعده ولا يهمك خلصنا منه تبغى اللي بعده بعد ولا يهمك. لحظه شوي دقيقة بعد مرات يعلق قاعد تفشل معي بعد قدام الناس. خلاص عاد اذا ما ضبطت قطع بنفسك يعني كل شيء قاعد يضبط معانا من اول مرة. عندنا كل شيء مقطع جاهز. زين نجيب القطاعة هنا حط السكين حط كذا الدجاج خلص. يا سلام كان اكل موجود في مطعم. حاليا ايش بنسوي ان شاء الله؟ بنقطع دجاج شرايح. الخطوة اللي بعدها ايش بنسوي؟ ناخذ الدجاج نحط على الخبز. يطلع عندنا بهذا الشكل. بعدها ناخذ الخضروات اللي قطعناها ونضيفها عليه. محبين الطماط بعد بالاخير ناخذ الفجل ونضيف عليه بعد. ما ننسى حبيبنا المعتاد كل وجبه يكون معنا موجود.
عاد بعدها صوصات على كيفك، البعض يحب يضيف عليه كاتشب، مايونيز، شطه، واللي تحبه. كذا نقدر نقول طبختك تكون جاهزه بدقائق. يعني الحمد لله حتى احنا متاخرين ابدعنا في خلال 2 ايام، يعني ماشيين على وعدنا في 2019. والحين بالعافيه عليك يا وحش. من اللي نام للمره 66؟ ما ادري ايش يصير بعد الفطور يا جماعه، وكل مره احط مؤقت اقول بصحى للسحور، مؤقت مسكين راح صوته، سمعته يشتكي الفجر انا. يا جماعه رحت على نوا زي ما تشوفون، لازم اشوف حل. شفت طلبات في امازون كذا غريبه، تطلب مؤقت قاعد يركض في الشقه كذا، ما يطفي الا لما تمسكه، شكلنا بنطلب واحد. بس خلي اقول لكم يا جماعه، صحيت من النوم جتني رساله من نتفلكس وقالوا ان اشتراكك خلص ولازم تحدث البيانات. شوف هنا الرساله، هذه من نتفلكس وان الحساب موقف، واضغط هنا عشان تدخل معلومات البنك ويكمل حسابك. ممكن اي شخص يقول رساله من نتفلكس على ايميل، طبعا موثوق ما يحتاج، واضغط واحدث البيانات. بس شوي اشوف الايميل المرسلين منه هنا، ما لخبط العشره كنت في 2029، ما لقوا ايميل افضل من هذا. طبعا هذه رساله مو من نتفلكس، اشخاص يرسلون بشكل عشوائي ويجي اي شخص ثاني يدخل معلومات البنك بيسرقون بطاقته. فانتبه يا ذيب، اي ايميل يجيك، رساله على الجوال، اتصال، لازم تتاكد قبل ما تعطي معلوماتك، هذه معلوماتك الشخصيه. للاسف في اشخاص اعرفهم انسرقت بطاقتهم البنكيه. كيف؟ اتصل واحد، السلام عليكم، معك فلان فلان من البنك فلاني، بس نحتاج معلوماتك عشان نحدثها. وعلى نياك يقول لي هذول البنك يا اخي كلموني بعطيهم. لكن لا يا ذيب، اي احد يقدر يصير بنك، اذا في شيء ضروري خلاص ما عليكم، انا اجيكم الفرع ان شاء الله واحدث البيانات، بس عن طريق الجوال او الكمبيوتر من شيء مو موثوق انتبه منه. من هنا راح نفلوق اليوم ان شاء الله، ويعطيكم العافيه على المشاهده. سؤال يوم يقول سلك موقف مره وكان احد ينصب عليك، اكتب تحت في الكومنتات خلينا نشوف القصص، ممكن البعض يستفيد منها. كان معكم ثريان خالد، وابتسامتك صارت شيء اساسي للكل، فالله لا يهينك، نبغى نشوفها. السلام عليكم. ايش رايك؟ تطورات يا غش لي لا تسب.